يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيترأس وفد مملكة البحرين إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثامنة والعشرين التي ستعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة هذا وسيتوجه جلالة الملك المفدى إلى عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية لمشاركة إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وامراء ورؤساء الدول العربيه في اعمال القمه رافقت جلاله الملك المفدى السلامه في الحل والترحال